السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا في موضوع جديد من موضوعات الميكانيكس. إن شاء الله هنتكلم عن في محاضرة النهاردة عن توبيك مهم جدا في الفيزيكس، اللي هو موضوع الموشن ان وان دايمنشن اند تو دايمنشن. ده من أهم التوبكس الموجودة في الميكانيكس أو في الفيزيكس وان بصفة عامة. لما نيجي نتكلم نشوف العنوان كده بتاع الشابتر ده بيقول موشن ان وان دايمنشن اند تو دايمنشن. تعال نتكلم عن اول كلمه عندي اللي هي الموشن، الحركه. دايما معظم مكونات الكون في حركه مستمره. يعني لو جيت بصيت حواليك في الكون دايما بتلاقي اشياء كتير بتتحرك، سواء كانت تمام حركات لينير، سواء كانت ترانزليشن حركات انتقاليه، سواء كانت روتيشنال حركات دورانيه، سواء كانت فايبريشنال حركات اهتزازيه، ولكن في حركه دايما لمعظم مكونات ايه الكون. فلو جينا بصينا على مثال، تعال نشوف حركه الكواكب، حركه الارض ذات نفسها، نشوف حركه الانسان اثناء انتقاله من مكان لمكان اخر، تعال نشوف على داخل جوه الانسان الحركه بتاع ضربات قلب الانسان، تعال نشوف الحركه كمان بتاعه الامعاء، تعال نشوف الحركه بتاعه الدم البلد في الشرايين والقوانين اللي بتطبق عليها. فدايما الحركه بتاعتي موجوده، فعشان هي شيء مهم جدا لابد من دراسته ومعرفه القوانين اللي بتنظم الحركه. وده الاوبجكتيف بتاعي في الشابتر ده، اللي انا اعرف ايه القوانين بتاعه الحركه، سواء كانت في الوان دايمنشن، سواء الجسم ده بيتحرك في بعد واحد، سواء كان هو البعد ده هو بعد الاكس او الواي او الزد، او بتتحرك في تو دايمنشن مع بعض في بعدين زي الاكس والواي او الواي والزد، زي ما يكون ايه البعدين دومت، ولكن في قوانين بتنظمها. طيب لو جينا بصينا على القوانين ديت، ايه العلم اللي بيهتم بالموشن بقى بصفه عامه؟ قال لك في علم كبير جدا اسمه الديناميك. ده احد البرانش اوف ساينس. ايه الديناميك ده؟ الديناميك ده هو العلم اللي بيعمل استادي للموشن، بيعمل دراسه للحركه. بس مش بس كده، لا ده كمان بيهتم بالمسببات بتاعه الحركه، الفورس، القوة اللي سببت ايه الحركة الموجودة عندي. يبقى العلم اللي بيهتم بالموشن هو علم ايه؟ الديناميك. طيب ومش بيهتم بالموشن بس، لا بيهتم بالموشن ومسببات ايه الحركة اللي موجودة عندي. طيب بس احنا بقى ان شاء الله هنبدأ ناخد حاجة، احد الفروع بتاع الديناميك اللي هي الكايناميتكس. الكايناميتكس ده برضك هو احد الافرع من الديناميك، ولكن هو بيدرس الحركة فقط دون النظر أو without taking into consideration إيه المسببات بتاعة الحركة ذات نفسها، ما بياخدش في الاعتبار إيه المسبب لإيه للحركة. يبقى دايما العلم الكبير اللي بيدرس الديناميك، بيدرس الحركة، هو علم الديناميك، بيدرس الحركة ومسبباتها. ولكن إحنا هناخد حاجة في الشابتر ده اسمها الكاينماتكس، وده أحد فروع الديناميك، a part of dynamic، جزء منه، ولكن بيدرس فقط إيه الموشن دون النظر الى المسبب للموشن ديت كان عباره عن ايه. طيب خلينا بقى ندي هنا مقدمه مهمه جدا، ولازما عشان تقدر تستوعب اللي جاي كله لازما تفهم المقدمه ديت عباره عن ايه. القوانين بتاعه الموشن بتعتمد دايما على بعض البارامترز الموجوده، بعض المتغيرات. زي ايه؟ زي البوزيشن، زي الديستانس، زي الديسبليسمنت الازاحه، زي الفلوستي السرعه، زي الاكسلريشن التسارع ديت، وبالاضافه للتايم. يبقى دول اهم البارامتر اللي بتميز الحركه، اللي نقدر من خلالها نوصف الحركه الموجوده عندي. طيب يبقى اول حاجه عندي البوزيشن، تمام، تاني حاجه عندي اللي هو الديسبليسمنت، وتالت حاجه عندي في الديستانس، وفي عندي الاكسلريشن بانواعها المختلفه، وعندي الفلوستي بانواعها المختلفه، وعندي ايه التايم. طيب قبل ما نخش لازم نفهم في ثلاث مصطلحات انا قلتهم، لازم نعرف الفرق بينهم كويس جدا عشان نقدر نفهم الموضوع ده. وتعالى نركز مع بعض، الكلام ده كله هنقوله بالتفصيل قدام، ولكن تعالى افهم الموضوع عشان يبقى اللي قدام سهل ايه سهل علينا. لما نيجي نتكلم عن اول مصطلح او فاريبل بستخدمه عشان اعمل ديسكرايب وصف للموشن، بتكلم على البوزيشن اللي هو الموقع. لو انا مثلا عندي اوبجكت بالشكل ده كده، ادي اوبجكت اهوت موجود عندي، عايز احدد ايه
البوزيشن بتاعه. طبعا انا في البدايه هتعامل مع في البدايه في الوان دايمنشن، يعني اعتبر بعد واحد اللي هو بعد ايه الاكس مثلا، هذا هو البعد اهو. انا عايز اعرف بقى البوزيشن بتاع الجسم ده عباره عن ايه. قال لك لازما عشان اقدر احدد البوزيشن بتاع الجسم ده لازما يكون جنبه او اقدر احدده بحاجه اسمها ريفرنس بوينت او ريفرنس فريم، نقطه مرجعيه. نقطه ايه؟ مرجعيه. يعني مثلا انا بقول دي شجره، الشجره ديت عشان اقدر احددها بقول ايه لازما اوصفها، لازما يكون حاجه جنبها مشهوره. اقول له والله جنبها مطعم مثلا مشهور، تمام؟ فبقول الشجره دي تبعد عن المطعم المشهور ده مسافه مثلا 4 ايه 4 متر مثلا، اوكي؟ يبقى قدرت احددها ولا لا؟ يبقى البوزيشن الموقع دايما بيتحدد، لازم يكون عندي ايه؟ لازم يكون عندي ريفرنس بوينت، لازم يكون عندي ريفرنس ايه؟ بوينت موجود عندي. طيب لو مش موجود ما اقدرش احدد ايه؟ البوزيشن الموجود عندي. طيب في الموشن بقى لما بنيجي نشتغل احنا في الفيزيكس، الريفرنس بوينت بتاعنا هي نقطة الأصل للأورجنت بوينت اللي هي زيرو وزيرو، تمام؟ ولو انا بشتغل على بعد واحد هتبقى زيرو واحده، سواء بتاعه الاكس او بتاعه مين الواي. يبقى البوزيشن دايما بيشترك ان لازما يكون عندي ريفرنس بوينت اللي هي الاورجنت بوينت اللي هي نقطه ايه الاصل. عشان كده اقدر اقول له ان الاوبجكت ده الشجره ديت او اي اوبجكت موجود عندي يبعد مسافه مقدارها 4 متر عن ايه الديسك، بيبعد مسافه تمام او هو على بعد 4 متر من اللي هو مين يا جماعه، من الريفرنس بوينت اللي هي نقطه ايه الاصل اللي موجوده عندي. اوكي، يبقى دايما اعرف اول حاجه في البوزيشن اللي هو فيكتور، متجه. يعني ايه متجه؟ زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت، يعني المتجه بيبقى ليه ماجنيتيود او ليه نيوميركال فاليو، قيمه عدديه، وكمان بيبقى ليه دايركشن. طيب يعني هو ممكن يكون ما ممكن يكون الاوبجكت مش ده نقطه الاصل، ما ممكن يكون الاوبجكت هنا في المكان ده كده. اوكي، فيبعد مسافه مقدارها قد ايه من نقطه الاصل؟ مقدارها سالب 4. هل في حاجه اسمها سالب 4 متر؟ خلي بالكم هنا السالب بتشير للاتجاه، بتشير لي ايه؟ للاتجاه. لو هو موجب يبقى هو على ايه؟ على الرايت بتاعه مين؟ نقطه الاصل. ولو هو سالب يبقى هو على ليفت بتاع نقطه ايه؟ الاصل. نفس الحكايه لو انا هشتغل على المحور واي، تمام؟ لو الاوبجكت بتاعي اب بياخد اشاره ايه؟ موجبه للاعلى، ولو الاوبجكت بتاعي للاسفل بياخد اشاره ايه؟ سالبه. يبقى ده البوزيشن. يبقى البوزيشن اهم حاجه اعرفها فيه اللي هو دايما لازم احدد الموقع بتاعه، عشان اقدر احدد لازم يكون عندي ريفرنس بوينت، وقلنا نعتبرنا الاورجنت اللي هي الاورجن، وقلنا اللي بيبقى هو فيكتور ليه قيمه وليه ايه اتجاه موجودين عندي. اوكي، وقلنا الاشاره هنا بتقدر تحدد ايه الاتجاه اللي موجود عندي. طب تعالى بقى نروح للديستانس. لما اجي اقول لك المسافه، تمام، وفي كمان الديسبيسمنت، ايه الفرق بين المسافه والازاحه؟ يعني لازم سؤال اساله كده لنفسي، هو هل في فرق بين الديستانس والديسبيسمنت؟ في فرق، هما الاثنين بيشتركوا مع بعض اللي هم اطوال، وبيشتركوا مع بعض اللي هم فيكتورز، يعني الاثنين متجهات ليهم قيمه وليهم ايه اتجاه، ولكن الميننج بتاعهم مختلف تماما. فمثلا لو انا عايز، لو هتكلم الاول على الديستانس، لو انا عندي مثلا اوبجكت اهوت، عندي اهوت رحله انا هقطعها من النقطة A للنقطة B، خلاص كده؟ ده الرحلة اللي أنا هقطعها. فيجي واحد يقول لك أنا هقطع الرحلة دي إزاي؟ همشي كده خط مستقيم من A لB، وأسمي ده مسار رقم واحد، وأسميه المسار رقم كام؟ واحد. واحد تاني يقول لك لأ، أنا مش هاخد المسار ده، أنا همشي كده من النقطة A للنقطة B بالشكل المتعرج ده، تمام؟ وقال لك ده المسار بتاعي، ده هسميه المسار رقم كام؟ 2. واحد تالت قال لك لأ، ده أنا همشي بقى الشكل ده، أنا همشي بالطريقة دي، تمام؟ فده اصبح مسار رقم كام؟ اصبح مسار رقم 3. لو جينا قسنا القيمه بتاعه الديستانس في كل مسار هتلاقيها مختلفه. يعني هتلاقي، هتلاحظوا ان دايما لو اللي خد مسار رقم 1 القيمه بتاعه الديستانس بتاعته مختلفه عن اللي خد المسار رقم 2، عن قيمه الديستانس مختلفه عن اللي خد المسار رقم كام؟ 3. فمعنى كده ان الديستانس دايما بتعتمد على الباص، بتعتمد على ايه؟ على الباص. يعني التوتال ديستانس دايما بتعتمد على ايه؟ على الباص. والقيمه بتاعها مختلفه على الرغم ان الرحله محدده، التارجت بتاعي محدد، بادئ من الاي رايح لمين؟ رايح للبي. يبقى هنا في الحاله ديت الديستانس اقول له هنا بتعتمد على قيمتها، بتعتمد على المسارات، وبتختلف القيمه باختلاف المسار، وكمان على الرغم من ذلك، على الرغم ان اللي هو الاي والبي التارجت بتاعي ايه؟ ثابت. طب تعال نروح للنقطة تانية، نروح لمين؟ للإزاحة، الديسبيسمنت. أقول له الديسبيسمنت هنا بقى لا تعتمد على المسار، لا تعتمد على إيه؟
على المسار. مال بتعتمد على ايه؟ قال لك بتعتمد على الانيشال بوينت وتعتمد على الفاينل بوينت. تعتمد على مين؟ على الفاينل بوينت. خلاص، بمعنى ما لهاش دعوه باي مسار، هو هنا هيتجه من النقطه الفاينل من انيشال لايه؟ للفاينل. اوكي خلاص. عشان كده هدي مثال دلوقتي يبين لك الفرق بين الديستانس والديسبليسمنت. لو قلت لو انا عايز اروح، لو احد الاشخاص جه من المنصوره للمنصوره الجديده وبعد كده رجع من المنصوره الجديده رجع للمنصوره، ايهما بيساوي زيرو؟ الديسبليسمنت ولا الديستانس؟ ها اقول له مين؟ ايوه صح، زي ما بتقولوا كده، هي مين؟ الديسبليسمنت. ليه؟ لان في الحاله ديت هو الانيشال بدا من الانيشال اللي هي المنصوره وراح لمين؟ للفاينل، ورجع تاني لمين؟ للانيشال، لانها ما بتعتمدش على مين؟ على المسار. يبقى الديسبليسمنت اللي بيساوي ايه؟ زيرو. اما الديستانس فهجمع المسافه اللي خدها منين؟ من المنصوره للمنصوره الجديده زائد المسافه من المنصوره للايه؟ الجديده لايه؟ اثناء العوده للمنصوره. اوكي؟ يبقى دمك من المصطلحات اللي لازم نعرف الفرق بينهم ايه كويس. تعالى بقى وهناخد كمان الاكسلريشن والفيلوستي، ده بس كانت مقدمه وشرح يفهمنا اللي جاي عامل ازاي. تعالى نكمل وناخد الحاجات دي بالتفصيل وازاي هي موجوده ايه عندنا. يبقى اتفقنا اللي انا لما اجي بتكلم على الموشن، الموشن بتاعتي تمام، ان ايفري ثينج موفز، كل الاشياء اللي موجوده عندي مالها؟ بتتحرك. اوكي، والموشن ده من اهم الموضوعات الموجوده عندي، ودي امثله موجوده عندي لايه؟ للموشن، سواء حركه المواصلات وحركه الكواكب والامور دي كلها وحركه الطيارات. وقلنا حتى جوه جسم الانسان ربنا خالق كل عضو معين بحركه معينه ولها توصيف. اوكي، وقلنا زي ما ادم ادينا مثال، قلنا لو انا انتقلت من المنصوره للمنصوره الجديده اهو، ده نوع من انواع ايه؟ الحركه. دي حاجه لسه عاملينها واحنا جايين ايه مباشره قبل المحاضره. طيب، زي ما اتفقنا ان العلم اللي هيبتدي يدرس الموشن هو العلم الكبير قوي، هو الداينامكس. هو مين يا جماعه؟ الداينامكس. وقلت الداينامكس بيدرس الموشن والمؤثرات بتاعه الموشن او المسببات بتاعها، ولكن احنا هناخد حاجه اسمها الكاينامتكس، وده بارت اوف دايناميك. يعني الدايناميك ده هو العلم الكبير والكاينامتكس هو العلم الاصغر منه. طيب، بيعمل ايه الكاينامتكس؟ بيدرس الحركه. ده بيدرس ايه؟ بيعمل موشن، بيدرس ايه؟ الحركه. ولكن بيعمل اجنورنج، اهمال للاكسترنال ايجنت، للعوامل الخارجيه اللي بتهاف كيوزد او موديفايد ذا موشن، اللي ممكن تغير في الحركه او تسبب ايه؟ الحركه. يبقى الكاينامات الفرق بينهم اهوت، وباكد عليه، الدايناميك بيدرس الموشن ومسببات ايه؟ الموشن. اما الكاينامتكس بيدرس فقط الموشن مع اهمال ايه؟ الاكسترنال ايجنت اللي بتسبب الحركه او تعديلات ايه؟ او التغييرات اللي بتطرا على الحركه الموجوده عندي. طيب، احنا اتفقنا اللي في البدايه هنشتغل في 1 دايمنشن، يعني هنشتغل على ستريت ايه؟ لاين، سواء في الاكس او فين؟ في الواي. طيب، قلنا ان الاجسام كلها، في اجسام كتير بتتحرك ولكن الحركه بتاعهم بتبقى ايه؟ مختلفه. فتيجي نتكلم عن اهم تايبس اوف موشن، اهم انواع الحركات. اول عندي نوع اللي هو الترانزليشن موشن، وده دايما لما الانسان ينتقل من مكان لمكان او بنقل شيء من مكان لمكان، دي بنسميها ترانزليشن، بنسميها حركه ايه؟ ترانزليشن. زي بالظبط الحركه اللي انت عملتها، انتقلت من بيتك للجامعه، دي بنسميها ترانزليشن، حركه انتقاليه. شلت مثلا الكتاب من الاوضه ديت ونقلته الاوضه الثانيه، ده حركه ايه؟ انتقاليه موجوده عندي. خلاص، يبقى اي شيء بينتقل من مكان لمكان اخر تمام، دي بنسميها ترانزليشن، حركه بتاعتي بتبقى حركه انتقاليه. زي الاكزامبل اهوت، كار ترافلنج اون هاي واي، الرحله اللي انت قطعتها بالطياره بالسياره. النوع الثاني من الحركه اللي هو الروتيشنال موشن، وده لما يكون حاجه بيحصل سبن، حركه مغزليه، يعني حاجه بتلف حوالين نفسها. يعني هات كرسي كده تمام، واقعد لف حواليه. طالما الكرسي ده ثابت، ده المحور بتاعك اللي انت بتلف حواليه، وده بنسميها روتيشنال موشن. روتيشنال ايه؟ موشن موجوده عندي. زي الارث بتاعتي، الارض لما بتلف حوالين ايه؟ الاكسس بتاعها، المحور ايه؟ الموجود عندي. طيب، عندي كمان الفايبريشنال موشن، الحركه الاهتزازيه، وده زي الحركه بتاع البندوليوم، بتاع البندول البسيط لما بيتحرك، باك اند فورس موف ميد اوف ايه؟ بندوليوم ايه؟ اللي موجود عندي. يبقى ديت انواع ايه؟ زي ما اتفقنا عشان ادرس إيه؟ الحركه في الكاينامتكس. لما نروح للكاينامتكس احنا قلنا بقى هنهمل الفورس، هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن متغيرات محدده او فاريبلز معينه تقدر توصف ايه؟ الحركه. ايه هم دول؟ زي ما اتفقنا في عندي البوزيشن وعرفنا معناه،
وعندي الديسبليسمنت الإزاحة، وعندي الديستانس المسافة، وعندي الفيلوسيتي السرعة، وعندي التايم، وعندي ايه الاكسلريشن. اوكي، يبقى دومت البارامتر اللي احنا لازم ايه نعرفهم كويس عشان نقدر نفهم القوانين ونطلع قوانين لايه للحركة اللي موجودة ايه موجودة عندي. هنبدأ بأول حاجة اللي هو البوزيشن، واحنا شرحناه بالتفصيل. لا تعالى بقى نقول ايه الموشن بتاعي. اولا الحركة ممكن نعرفها اللي هي التغير في البوزيشن اوفر تايم. يعني انسان، انت اقول على الانسان اتحرك، لو هو كان واقف هنا عند اللحظة مثلا زيرو، وبعد مرور ثانية لقيته غير مكانه وراح لمكان تاني، دي بنسميها ايه تغير في البوزيشن. يبقى الموشن ذات نفسها ممكن نعرفها اللي هي التغير change of position over time، تغير في الموضع بتاعك او الموقع بتاعك مع ايه مع الزمن. طيب لما نروح للبوزيشن بقى، احنا اتفقنا البوزيشن بتاعي لازم عشان اقدر احدد البوزيشن لازم يكون عندي ريفرنس بوينت، او ساعات بنسميها الستارتنج بوينت. لو انا بشتغل في ال1 دايمنشن مثلا الاكس بيساوي 0 او الواي بتساوي 0، ولو شغال في ال2 دايمنشن احدد حاجه 2 دايمنشن بستخدم الاكس والواي الاورجن بوينت بتاعتي 0 ايه 0 0. يبقى هنا عشان اقدر احدد البوزيشن او اعمل ديفينيشن للبوزيشن للموقع بتاعي لازم اعرف الستارتنج بوينت بتاعتي اللي هي هتبقى 0 اللي هي ريليتيف لنقطه ايه الاصل. اتفقنا ان البوزيشن بتاعي قد يكون ايه يا جماعه قيمه موجبه، بيبقى فيكتور يعني متجه لنيوميركال فاليو، ليه قيمه عدديه وكمان ليه ايه ليه اتجاه. طيب بالنسبه للاتجاه، لو هو والله مشتغل على محور اكس، لو هو في البوزيتيف يبقى بوزيتيف لما يكون ايه رايت، تمام، ويبقى نيجاتيف لما يكون ايه ليفت. ولما بنتكلم على محور واي بيبقى بوزيتيف لما يبقى الاعلى الاب، او نيجاتيف لما بيبقى ايه لداون. وتعالوا نشوف كده المثال الموجود عندي هنا. تعالوا نشوف ادا اوبجكت، اهو شايفين الاوبجكت ده واقف فين، البوزيشن بتاعه، البوزيشن بتاعه واقف عند 2.5. خلي بالكم منين؟ من الاورجن. ما كنتش اقدر اقول ان دي 2.5 الا لما كنت محدد مين نقطه ايه الاصل. وخلي بالكم هنا الاتجاه، هنا هذا العلامه الموجبه هنا بتشير اللي هو بيكون واقع بعد عن نقطه ايه، واقع في الاتجاه ايه يا جماعه الرايت. اوكي كده. طب لو اوبجكت تاني اهو اللي هو الاورنج ده واقف عند كام؟ عند سالب 3. حددت موقعه والاشاره هنا، ما حد يقول لي هو المتر يبقى ممكن يبقى سالب، اقول لك خلي بالك الاشاره هنا لها معنى الفيزيكال مينينج، معنى فيزيائي مش معنى رياضي. معنى فيزيائي اللي هنا بشير للاتجاه فقط، بشير لايه؟ للاتجاه، لان اتفقت ان البوزيشن بتاعي بيبقى فيكتور لقيمه ولايه؟ اتجاه. الاشارات بتيجي عشان تشير لي على ايه؟ على الاتجاه. طبعا البوزيشن بياخد اليونتس بتاع اللينس اللي احنا بنقيسه بايه؟ بالمتر. هنروح لمين يا جماعه؟ للديسبليسمنت. خلاص احنا عرفنا الديستانس، الفرق بين الديسبليسمنت والديستانس ان الديستانس دايما بتعتمد على المسارات وبتساوي التوتال ديستانس، المسافه الكليه اللي خدها. اما الديسبليسمنت لا تعتمد على ايه؟ على المسارات، ولكن تعتمد على الانيشال والفاينل ايه بوينت. احنا بنراجع الكلام اللي احنا قلناه عشان نثبت ايه المعلومه. طيب لما نيجي نتكلم على الديسبليسمنت، تعرفه ايه الاول؟ هو تغير في البوزيشن، بغير في البوزيشن بتاع الجسم خلال بعض الفترات الزمنيه الموجوده عندي. لما نيجي نروح نشوف تعريفها هنرمز للرمز بتاعها الديسبليسمنت، هنرمز لها بالرمز دلتا اكس. دلتا ايه؟ اكس. واحنا قلنا ان هو دايما بيعتمد على الانيشال وايه والفاينل، فعشان كده الدلتا اكس الديسبليسمنت بتساوي البوزيشن في وضع الفاينل ناقص البوزيشن في وضع ايه الانيشال الموجود عندي، يعني في وضع النهائي وده الوضع ايه الابتدائي. واتفقنا اللي هي فيكتور لها قيمه وليها ايه اتجاه، وعشان كده بقول اف ديت بتشير للفاينل والاي بتشير لايه للانيشال الحاله الابتدائيه. اتفقنا اللي هي فيكتور ليها قيمه، وبرضك الاشارات هنا بتستخدم عشان تحدد الاتجاهات بتاعت مين، بتاعت الديسبليسمنت. فتعالوا نشوف كده مثال. تعالوا ادا جسم اهو، شايفين الاوبجكت ده اللي هو الاخضر ده واقف في البدايه عند 2.5. هنلاحظ اللي هو هيحصل له ديسبليسمنت دلوقتي، ازاحه، يحصل له ايه؟ ازاحه. هتلاحظوا ان الازاحه دلوقتي بتاعتي راح من 2.5 راح لسالب كام؟ 2. يبقى الاكس انيشال كان واقف فين الاول؟ عند 2.5، وبعد كده اصبح فين الفاينل بتاعته اللي هي اكس 2 هنسميها عند سالب كام؟ 2. في الحاله ديت هتلاحظوا ان الدلتا اكس زي ما عرفناها في القانون هي الفاينل اللي هي سالب 2 ناقص الانيشال اللي هي ايه 2.5 هيطلع سالب 4.5 متر. حد يقول لي هو في حد ازاحه بالسالب؟ اقول لك اه في ازاحه بالسالب. قلت السالب بيدل على ايه؟ الاتجاه، لان الاوبجكت كان في الموجب واتجه لفين؟ للسالب، فعشان كده اشارته ايه؟ سالبه. طب تعالى ناخد مثال تاني، شايفين الاوبجكت الاورنج ده واقف فين في البدايه؟
عند سالب 3 دلوقتي هيحصل له ازاحه، انتقل عند كام؟ عند موجب 1. يبقى الانيشال بتاعتي كانت عند سالب 3 واصبحت عند كام؟ 1. يبقى الديسبيسمنت الفاينل نايس الانيشال طلعت كام؟ 4. هلاحظ هنا الاشاره موجبه لانه كان واقف على 3، اتجه من السالب راح فين يا جماعه؟ راح للموجب، فالاشاره اصبحت هنا اشاره ايه؟ موجبه.